السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ومساكم الله بالنور والسرور ومرحبا بكم في برنامجكم 7 على 7 على قناة الفجيرة في يوم جديد وفي مساء جديد. طبعا أطلع عليكم اليوم وحيد بدون زميلتي مروة، إن شاء الله ترجع لنا يوم الأحد بالسلامة في البرنامج ونكمل مع بعض. في حلقتنا اليوم ليلة النصف من شعبان حق الليلة، وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة تنظم ورشة عمل بعنوان كيف تبدأ مشروعك الخاص، وعندنا المؤتمر الخامس للتخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل، وعندنا إطلاق جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية مجلس النخبة، وعندنا جائزة الشيخ محمد بن خالد آل نهيان للأجيال متميزون من أجل الوطن وفي دورتها ال12، وبنختم حلقتنا بالشعر وما أجمل الشعر وما أجملها من نهاية. طبعا يوم السبت إن شاء الله راح، يوم السبت بإذن الله تعالى راح يكون يوم الليلة أو حق الليلة بشكل مختصر. يعني لو تكلمنا عن حق الليلة، الناس نشوف الشوارع زمان ولا إلى الآن أحيينا هذا التراث، الأولاد يطلعون بالثياب الملونة المطرزة، يدقون بيوت أبواب الناس ويطلبون ويعطونهم، في جو جميل وفي جو ألفة حلوة لما نحن نشوف اليهال يرجعون يحيون هذا التراث اللي كان موجود لما يدورون بيوت الناس ويدقون الباب ويطلعون لهم يعطونهم. والأجمل لما تطلع لهم دعوة من أصحاب البيوت وتوصية لليهال صوموا رمضان الله يحفظكم. فجميل لما نحن نشوف هذا التراث قاعد يرجع، وجميل نحن نشوف الأهازيج عطونا الله يعطيكم بيت الله يوديكم، طبعا بشكل رائع وجميل. نحن قاعد نشوف الأمور هذه، التراث قاعد نحيي هذا التراث اللي كان موجود. فاحتفالات جميلة اليوم شفناها في جميع الدوائر الحكومية، طبعا لأن بما أن يوم السبت كل الدوائر مسكرة، فشفنا اليوم الاحتفالات اللي موجودة في الشوارع في المدارس حتى في بيوت الناس. اليوم الناس قامت تحتفل. ما أعتقد أن في بيت في دولة الإمارات وأنا طالع حتى من بيتنا شفتهم قاعد يجهزون حق الليلة. طبعا تعد هذه المناسبة من أشهر العادات الشعبية التي تناقلتها الأجيال من الآباء والأجداد، وتهتم المؤسسات والدوائر كما ذكرت الحكومة في الإمارات أيضا بهذا الموروث الشعبي لإعادة يعني لصيانته من الاندثار أو لحفظه من الاندثار. خلنا نشوف الفيديو هذا مع بعض. طبعا نحن الحين عندنا في الاستوديو في موجودين ضيوف عندنا وجايين هنا عندنا. السلام عليكم، شو اخباركم؟ شو اسمك؟ منو؟ عمار نايف. عمار نايف، السلام عليكم، شو حالك؟ شو اسمك؟ ميثا. ميثا. شو اسمك؟ احمد. احمد منو؟ عبد الله. ونعم. حليمه. حليمه. عليمه منو؟ نايف محمد. انت زعلان؟ انا من شفتك انت زعلان. محمد منو؟ عبد الله. محمد عبد الله. خالي موعود. منو؟ خالي موعود. يا اهلا يا اهلا، شو اخباركم؟ اليوم جمعتوا وايد ولا؟ ها؟ زين يلا نبدا. وين ما يبين شنطه عشان نحط فيها حلاوه بعد زياده؟ انت عندك ها؟ انت اكثر واحد بتاخذ شكلك صح؟ زين بتطيح. تعال تعال هنا تعال. شو يلا تفضلوا، هذه من تلفزيون الفجيرة ومن برنامجنا حقكم، وشكرا انكم انتم جيتوا. زين وين جمعتوا اليوم؟ قولوا لي شو سويتوا انتم الصبح؟ ها؟ منو بيتكلم؟ زين انت اكثر واحد، انا اتوقع انت اكثر واحد جمعت صح؟ ها زين انا ما اعطيت الباجيه. قول شو سويت انت من الصبح اليوم؟ هم؟ شو سويت؟ منو يبي يتكلم؟ اعطيتك؟ زين يلا تكلمي. عطونا هدايا بالمدرسة. عطوكم هدايا ولا حلويات؟ حلويات. بس أنا أشوف في بعض الناس هنا وماكين حلويات وايد ولازم يروح عند دكتور الأسنان. ها؟ منو بيروح عند دكتور الأسنان؟ ضروري. لا رحت. أنت رحت؟ وبعد قرقيعان لازم تروح بعد. ضروري روح بعد قرقيعان. إيه. تعال. الحين نوديك عند الدكتور الأسنان ولا ما نوديك؟ حيودوني. خلاص؟ ما تبغى تروح؟ زين تعال تعال انا بحط بطاطس بعد داخل. زين شلوا شلوا انتوا شلوا. شلوا كثر شلوا كل شيء الموجود هنا، ابى يكون فاضي انا ابى هنا ابى يكون فاضي. شلوا من السله وشلوا كل شيء، ما ابى يكون فاضي، خذوا راحتكم. اليوم حتى الدكتور الاسنان بيخليكم تاكلون عادي. ما حد بيمنعكم من الاكل. ها؟ شو تبين تقولين انت؟ شيء. ليش ما تبين تقولين شيء؟ ما عندي شيء. ليش ما ليش تستحي؟ شلي، ليش مستحيه؟ شليت. بس؟ شويه شي شلي وايد، شلي كله، شلي السله كلها. ما تشترين متينه؟ انت من الحين تفكرين ما تشترين متينه؟ انا عندي عقده من المتن. لا عادي كلنا متان، دائما تضعفين، لما تكبرين تضعفين. بس شي خذيته؟ افا. زين مشاهدينا الكرام من هذول الأطفال الرائعين فاصل من بعده راح نكمل وياكم خلوكم ويانا. يا مرحبا بكم رجعنا لكم مرة ثانية ولا زلنا في أجواء حق الليلة وراح نعرف تفاصيلها أكثر وأكثر ونتعرف على هذا العادة الجميلة والرائعة. معانا هنا في الاستوديو الوالدة مريم الشحي باحثة في التراث الإماراتي. يا مرحبا بك. حياك الله. أهلين. عطونا الله يعطيكم بيت الله يوديكم. الله يوديكم. وش حالك الوالدة؟ الحمد إن شاء الله طيبة. حياك الله. كيف الأمور؟ الحمد لله. أول أجواء كانت حلوة يوم اليهال واحتفلنا وياهم عطيناهم من هالبطاطس وهالكاكاوس دروسهم رايحة من قبل، نحن ما يخصنا. لا دروسهم من قبل. من قبل ما يخصنا. نعم. لو تكلمينا عن حق الليلة متى بدأت وكيف الأجواء كانت زمان أول؟ حق الليلة هي يعني الطقوس الإمارات. هي نعم. من أول يعني من قبل من زمان أول من أجدادنا نعم وآبائنا نعم كانوا يعطوا حق الليلة هي. يعني من الرزق المرزوق فيه عندهم يعطوا حق الليلة يعطوا حق يعني ليلة نصف من شعبان اللي هو يوم السبت إن شاء الله تعالى راح يكون ليلة نصف من شعبان عندنا يوم السبت هذه السنة هي. كانوا في نصف شعبان يسموه ليلة نصف من شعبان هذا يعطوا فيه حق الليله يعني اول ما عندهم مثل الحين بهانس وهاكا نعم. عندهم اشياء ثانيه يعني يعطوها نعم. من الموجود من الموجود ايوه من الموجود يعطوا الجيران ايوه الفريخات يبوا يعطوهم هي. من حق الله لانها ليله ترفع فيها الاعمال وليله مباركه ترفع فيها الاعمال الله يغفر لمن يشاء ويمحي من ما يبي يمحي اسمه في هذا الشهر وهذا اليوم المباركة وهذا علينا سايرة في شعب دولة الإمارات العربية المتحدة الله يعطيه شيوخنا الصحة والعافية الحمد لله ساير على شعب الإمارات يعني هاي من العادات والتقاليد نعم هذه من عاداتنا وتقاليدنا إحنا الإماراتيين وفي بعض الدول المجاورة دولة مثلا البحرين دولة الكويت دول الخليج التعاون يعني بعد يحتفلوا بهذا اليوم هذا موروثة يعني عن الآباء والأجداد نعم والحمد لله يعني الحين صار تطور أحسن فبدوا يعني يعطوا بهانس صغير أول برميت بس الحين الحمد لله الشيء كاثر والحمد لله لك يا رب الوالده الحين الصبح في المدارس يحصلون ما شاء الله نعم بالمدارس الكباريه في الدوائر الحكوميه في الدوائر الحكوميه اليوم مسوين يرجعون البيت بعد يسوون نعم اليوم بنك الفجيرة مسوي انا كنت معاهم ما شاء الله ايوه كنت وزعوا هناك وزعوا نعم يعني هاي من العادات والتقاليد نحن ما نقول ان هاي شيء هذا مو شيء دخيل هاي موجود من زمان هذا ما دخيله هذه موجوده منذ القدم كانوا أول بالبساطة نعم الحين الحمد لله الله ينعم علينا وكل شيء متوفر وسووا حق الليلة ليش فرحة وتلاقي الجيران والمحبة تولف المحبة تولف قلوبهم على بعض صدق يعني عشان كذا يتهادوا صحيح يتهادوا عشان التآلف، تآلف محبة نعم. الأسري، محبة في الدولة، محبة بمجتمعنا. حتى اليوم البيوت لما يحتفلون كل البيت يروحون بيت يدهم ولا البيت العود. أيوة بيت العود. هي البيت العود يقعدون هناك، كل الناس يروحون، فأجواء حلوة. أيوة أجواء حلوة. واليهال يقولون ليش نحن نحتفل بهاليوم؟ السؤال هنا، شوفي السؤال يعلمهم. أيوة السؤال يعلمهم، يقول ليش إحنا نحتفل بهذا اليوم؟ هذا من اختلقنا ليله نصف من شعبان، يكونوا الناس مستعدين لها. هي. وحتى يقول الاولين يقول لك سامحه لا تزعل منه. ايوه انا دوما تسامحوا من ما مخاصمين انه تسامح من جارك، من صديقك، من اهلك، كنت متخاصم معاهم او شيء عشان ترفع الاعمال وتمحوا اعمال. يعني في ناس مولود وفي مفقود في هذا اليوم سبحان المباركة. الله تدرين الوالده وانا في البيت من يومين نعم، وزعلت شويه من شخص يعني كان اشتغل وشيء، الوالده قالت لي لا نعم ما تزعل شعبان الحين انت الناس كلها تسامح. ايوه ما توقف عندك انت عيب، هاي يوم ترفع الاعمال وقلبك صافي وراضي أيوة. عن جميع الناس ترفع الاعمال بنيه القلب الصافيه صحيح والروح الطيبه صدقك. يعني رفعت اعماله وهذا ما يخابر ربيعه وهذاك ما يخابر اخوه وهذاك ما يخابر اخته وهذا ما... ليش؟ ماشي ما يترفع عملك صحيح، العمل المتخاصمين ما يرفع ابدا صدقك. واليوم لما نحن حتى اليهاليون مو ما هي شغله بطاطس وحلاوه ايوه لا تآلف نعم المحبه صدقك، المحبه تفريحه لين الاطفال صحيح يعني صحيح تفرح فيها الطفل صحيح. حتى الحرمه العوده يعني يوم حد بيعطيها هديه تفرح يعني كأن الرسول عليه الصلاه والسلام قال تهادوا تحابوا نعم صحيح الحمد لله لك يا رب. زين فيها مآلف محبه اخوه يعني من بين الناس، يعني ذكرني اخوي ربيعي ذكرني بهديه او بليله نصف من شعبان دعاني لبيته او دعيته لبيتي، فهذا تأليف بين القلوب. الوالدة كيف يمكن ان نحن نخلي اليهال الموجودين اليوم نحن نعطيهم نعلمهم على القيم النبيلة نعم. قيم المحبة نعم. اليوم نحن ما بس ان نحن نوزع الشيء، لا في هدف. ايوه في هدف. كيف نحن لما نقول لليهال كيف ممكن لما انا اعطيهم الشيء هذا ولا اعطيهم البطاطس والبوفاك ولا اعطيهم الحلوى ولا اعطيهم حق الليلة، كيف يمكن اني انا اوصل الرسالة؟ شو اقول لهم؟ كيف؟ يعني هذا من المحبة، يعني نألف بين الإخوان. يا أطفال تعالوا فرحوا بحق الليلة فرحوا، شوفوا أخوكم لا تتخاصموا لا تتزاعلوا، هذا ألفة 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 بين الناس. أيوة ألفة بين الناس، محبة بين الطفل وبين الكبير. يعني شوف يعني قدوة الكبير قدوة للصغير صح. اليوم حتى الكبار لما ياخذون القلوب تصافى أيوة. الناس ترضى، ليش الناس متزعلين نعم. اليوم ما في الزعلان هذا الله ما يرفع عليه سبحان الله، ما يرفع عليه عمله. وانا اطلب يعني انه اي واحد متخاصم من صديقه او من اخوه او من اخته انه يتراضوا في هذه الليله، ترفع الاعمال الى الله سبحانه وتعالى سبحان الله، ويغفر الله يغفر لكل من خاصم ربيعه وهو يعني طلب السموحه منه نعم. كم تسوي يقول لي سامحني اخوي صح. مسامحه من الكرم صدقت، من الاخلاق الحميده صدقت نعم. اليوم ان الواحد لما يسامح الشخص الثاني أيوة. وهو اللي يبادر فهو شخص قوي نعم قوي، والشخص لما يبادر هو الشخص القوي والكبير نعم. العاجل ايوه العاجل اللي يبدا اللي لم يمسك ايد اخوه الصغير أيوة. واللي يبدا بالمبادره انه يخليه يسامحه، هو يبدا بالمبادره صدقك الوالده. وهي رساله نحن نوجهها نعم. للاسف الحين الناس اللي زعلان من اخوه من سنين وين؟ من سنين كم الله يغفر، يقول لا ترفع الاعمال الى الله. المتخاصمين كلنا بيعتدل يعني الله يتقبل منه، بس المتخاصمين سبحان الله ما يرفع عملهم الى الله. ويعني نحن ندعو الناس كلها تتحاب نعم، احنا ندعو انه الناس تتحاب، الذي متخاصم مع اخوه يصالحه ولا مع ربيعه ولا مع جاره يصالحه. ونحن اليوم هذا الشهر خير وشهر بركة جاينا الحين مقبل علينا أيام رمضان الكريم، ونحن الحين في أيام باركة. نعم نعم الحين في أيام الحمد باركة. لله الحمد إن شاء الله، ورمضان داخل علينا الله يبلغنا رمضان إن شاء الله. آمين يا رب العالمين، احنا وياكم إن شاء الله والمتي محمد أجمعين يا رب. آمين يا رب. الوالدة لو ترمسينا عن زمان أول كيف كانت الاحتفالات وكيف الحين؟ أنت قلتي أول كان يعني على الجيران وصغير وكذا. أيوة تغيرت وايد من زمان. أول كانوا الأول أهلنا يستعدوا لنا رمضان من أول يوم شعبان. أول يوم شعبان إذا متخاصمين، إذا متزاعلين، ولا بيسووا شغله بيخلصوها قبل رمضان، ولا بهذا في رمضان يصيروا يزوروا جارهم، يزوروا أخوهم، عشان ويش؟ يتآلفوا. صلى الله. ياكلوا من صحن واحد حتى يكون محبة من بينهم. صدقت الوالدة. أول غير. أول كانوا متآلفين. حتى أنا ما أقول يعني حتى لو تنازعوا يروحوا البيت يتصافوا يتجمعوا على سفرة واحدة. كم بيت؟ يمكن 10 20 7 بيوت 8 بيوت وياكلوا مع بعض، حتى لو مزاعلين يوكلوا مع بعض. قلوبهم طيبة داخل. قلوب هم القلوب بيضة وصافية. نعم. ما لما القلب يكون أبيض وصافي ما في شيء عيب، ما في شيء ضايجه. نعم. ولين وين الحين كم بيزعلوا الوالده؟ يعني انا ما اتكلم عن اقول لك ولو 30 40 سنه، نحن على جينا قبل 15 17 سنه 18 سنه. أيوة. ورا وانا صغير اذكر لو واحد من مثلا من جيراننا من فريجنا يا نازعني وضربني، ولو رحت لابوي الله يرحمه ولو رحت من اهلي قلت له نازعني بينازعوني اكثر. نعم. لان يعرفون هاي يحب مصلحتي. وكنا يعني اول الولد اليار اذا ضرب ياره ما حد يقول لي لا ولده، لانه كما ولده يعني يؤدبه ويؤدب ولده. صدقك. هي تشوف الاطفال بيتضاربوا في برا الشارع. صدقك الوالده. بصير الحرمه بتتخاصم مع ربيعتها مع جارتها. نعم. والاولاد بيجوا بيلعبوا مع بعض. صدقك الوالده. كانه ما صار شيء. كانه ما صار شيء. والاهل بيتخاصموا. اي نعم. والده اي كلمه اخيره حابه تضيفينها قبل لا ننهي اللقاء؟ احب اضيف انه اللي متخاصم مع اخوه ومع جاره أو زميله أو أخته يتصالح معاهم. نعم. لأن الله ما يتقبل العمل واحد من اثنين متزاعلين. لازم المتخاصمين ما ترفع أعمالهم. كم بيزعل، الزعل ما في فائدة. صدقك. ما في فائدة، حتى لو ما صار ما صار. صدقك. الله عز وجل في السماوات يغفر ويسامح. الله يرحمه. كيف العبد ما يسامح اخوه المسلم؟ صدقتي الوالده. ما منعيش بدون ربيعنا. نعم. يعني اذا ما ايدينا يعني ما صفقت. صح. ما حب يصفق، لانه كل واحد اليف مع ربيعه. نعم. مع جاره، صديقه في العمل، صديقه جاره في البيت. صدقتي الوالده. جزاك الله خير وشكرا على حضورك. امين. شكرا للوالده مريم الشحي باحثه في التراث الاماراتي. حياك الله وشكرا. مشاهدينا الكرام، نحن مكملين لقاءنا وراح نروح لفعاليات مركز وزاره الثقافه وتنميه المعرفه اللي كانت في جبل الفجيره بمناسبه حق الليله. خلونا نشوف تفاصيل اكثر في هذا التقرير. نشاط حق الليلة اليوم يعني متزامن إن شاء الله مع يوم التراث العالمي. نظمت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بجبل الفجيرة هالفعالية بالمشاركة المجتمعية عندنا مع الهيئات والدوائر المحلية في المنطقة، منطقة الفجيرة التعليمية، بالتزامن مع فعالياتهم التراث مثل ما قلنا وفعاليات حق الليلة. فعالياتنا جدا متنوعة، كانت عبارة عن ورش وفقرات قدمتها المدارس عندنا، بالإضافة إلى ورش حية وتفاعلية مع الجهات، جمعية الصيادين وجمعية اللجنة النسائية في جبل الفجيرة وجمعية الفجيرة الخيرية، قدموا لنا ورش حية، بالإضافة إلى معرض تراثي متكامل لبيع المنتجات والحرف اليدوية. احنا دائما مع التراث، لأن التراث يشكل ويجسد هوية دولة الإمارات العربية المتحدة. ففعالياتنا دائما مستمرة من ناحية التراث، إن برامج للصنع والاتيكيت الإماراتي، بالإضافة إلى عندنا برامج للحرف اليدوية بشكل شهري نقدمها مع المجتمع سواء للطلبة أو الموظفين أو فئات المجتمع الثانية. هذا بشكل عام دعمنا للتراث. طبعا نحن هذا الفريق مكون من جمعية الصيادين بجبل الفجيرة. طبعا أي مشاركة تصير في أيام الأفراح، في أيام الأعياد، في المناسبات يطلبونه، وطبعا يشارك في المدارس، بجميع المدارس في أي مكان. طبعا اليوم مطلوبين من قبل وشاكرين مركز الثقافة على أن نشاركهم بهذه الأفراح يوم الليلة، هذا حق الليلة، هذه فرحة تعم على الجميع. بعد بكرة نص شعبان الناس تفرح فيه وتجهز إلى رمضان وتجهز أمورها، ترتب أمورها، فهذه مبادرة طيبة. وعلى أساس أنه كان الماضي مشاركة من جميع، من الكبار ومن الصغار يشاركوا بيوم الليلة، فالأطفال هذا يودوهم من بيت لبيت ياخذوا حق الليلة يفرحوا فيها. ما هي شيء لكن كأن فرحة تمر عليهم من الحول للحول، فهذا ماضي وما ينترك، وهذا أشياء من الماضي ما تخلى، فنبقى تكرر وتكرر وتكون من أشياء للأجيال القادمة. طبعا نحن نفتخر بهذا الشيء وهذه الأمور اللي تصير نشارك فيها جميع، ونظهر الماضي إلى الحاضر للطلاب للولاد الحين اللي طالعين الحين يعرفوا عن الماضي كيف يسوونه. ومن دبل جميلة إلى عجمان، وراح نشوف مجلس النخبة اللي نظمتها، ومجلس النخبة اللي كانت الجهة المنظمة جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية. بنتعرف تفاصيل أكثر معنا عبر الهاتف الأستاذ أحمد سيف، عضو مجلس إدارة جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية. يا مرحبا. يا مرحبا مليون، الله يحييك. أهلا وسهلا، كيف الحال؟ إن شاء الله طيب بخير. يا لك في خير، الله يسلمك. لو تعطينا نبذة عن مجلس النخبة. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نمسي عليكم وعلى جميع المشاهدين بالخير. نهنيكم في نصف من شعبان، وإن شاء الله مجبلين بعد على شهر رمضان الفضيل، وكل عام وأنتم بخير وأنت بصحة وسلامة. سلامتك. مثل ما أنتم تعرفين، جمعية عجمان للتنمية الثقافية والاجتماعية هي تعمل تحت مظلة وزارة تنمية المجتمع، وتحقق الأهداف مثلها مثل وزارة تنمية المجتمع، منها مؤشر التلاحم المجتمعي، مؤشر التلاحم الأسري، ومؤشر الهوية الوطنية. فمبادرة مجلس النخبة اللي أطلقتها الجمعية تأتي في هذا الصدد، اللي تخدم أجندة الوطنية لدولة الإمارات لزيادة الهوية الوطنية وأيضا التلاحم المجتمعي. فتم استضافة المستشار في أول دورة من هذا المجلس. تبارك الحمد لله في المشاركة والحضور، وكان يتكلم عن الدرور في التراث الإماراتي. والدرور هو الفلك الإماراتي القديم اللي كان يستخدم قبل الأرصاد الجوية في البحر والبر عند أهالينا اللي كانوا يعرفوا دخول الفصول و الدخول الفصول والشتاء والشتاء متى يبدا والأصفري والعقربي، امور كثيره ما شاء الله. حتى اغنانا بالمعرفه هذه الجديده، تعلمنا منها الكثير. حتى ما شاء الله بعضهم يعرفون ما شاء الله، حتى يعرفون اهم لما تيجي الامطار الصيفيه اللي هي تكون عشر 9 صوبنا هنا في المنطقه الشرقيه، يعرفونها من ال من ال من ال من النجوم، بعض النجوم لما تطلع هي فيعرفون تقول لك راح تيجي خلال هالاسبوع امطار صيفيه. خصوصا نجم السيل اللي يظهر في شهر 8 تقريبا، اللي فلحد الان ما شاء الله متداول. فهذا ارث يعني وتراث اماراتي، امانه علينا ان ننقله لاجيالنا الحاليين والمستقبلين. فاللهم لك الحمد، نجحنا في اول دوره من مجلس النخبه. وهذا المجلس تعهدنا احنا في الجمعيه مع اعضاء مجلس الاداره باستدامته باذن الله يكون المجلس على طول السنه، مدار السنه بشكل دوري الحمد لله، تقريبا في كل ربع من السنه. من غير المجلس يدار في جمعيه في مبنى الجمعيه، بيكون هناك مجالس متحركه. ممتاز. ان نحن ننزل الميدان في مجالس أعياء المدينة، الأحياء اللي في مدينة عجمان توصلون للناس، ناخذ منهم طول عمرك التغذية الرجعية. اليوم الجمعية عندها مبادرات كثيرة، عندها برامج وفعاليات أسست لخدمة المجتمع. فاليوم ناخذ رأيهم في هذه المبادرات، أنهم شو يحتاجون من مبادرات، من فعاليات، من حتى دورات لفئات الأسر والمجتمع، ونحاول أن نلبيها بأسرع وقت ممكن. ممتاز. أستاذ أحمد، أي كلمة أخيرة حاب تضيفها؟ نحن ندعو صراحة الأهالي والأسر أن يترددون على المجالس، مثل ما وصلنا المغفور له الشيخ زايد رحمة الله عليه، الله يرحمه، والدنا والمؤسس، نعم. أن المجالس هي مدارس، صحيح، فأن تعلمنا الهوية، تعلمنا الصناعة، تعلمنا التراث. اليوم المجلس فيه جميع التخصصات، صحيح. يجيك مثلا المتخصص في التاريخ، المتخصص في الاجتماع، المتخصص، صحيح، في البحر، في البر، في الطب، فتاخذ من كل حاجة وكل تخصص وتظهر منها بثروة من المعرفة. نعم. وهذا الهدف الجمعية. نعم. شكرا لك. المعرفة في المجتمع. نعم. مباركين هذا الجهود إن شاء الله. شكرا لك. شكرا لك أستاذ أحمد سيف، عضو مجلس إدارة جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية. شكرا لك. الله يسلمك. احنا نشكر تلفزيون الفجيرة اللي هو حلقة توصل بيننا وبين هذا واجبنا. واجبنا. شكرا لك. حياك الله. مرحبا. مشاهدينا الكرام، فاصل من بعد راح نواصل، خلوكم ويانا. رجعنا لكم من هذا الفاصل. في نقطة دوما مهمة نحن نتكلم عنها، أغلب الشباب لما يبدون المشاريعهم الخاصة فتواجههم مشكلة أنهم كيف يبدون، وعندهم وايد تحديات تواجههم. حلو أن احنا قبل في عندنا وايد أفكار، والحين ما شاء الله نحن قاعد نشوف مشاريع الشباب منتشرة في دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات. للأسف الشديد أنا من بينهم، نفتح مشاريع وايد ونخسرها، وكنا بعدين بعد ما نخسر كنا نتمنى لو ان احنا دخلنا دورات او تعلمنا. فالجميل ان شفنا ورشه عمل كيف تبدا مشروعك الخاص، واللي نظمتها والجهه المنظمه كانت غرفه تجاره وصناعه الفجيره. راح نعرف تفاصيل اكثر معنا هنا في الاستوديو عن هذه الورشه الاستاذ سلطان جميع الهندسي، نائب المدير العام لغرفه تجاره وصناعه الفجيره. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا بكم، يا مرحبا. يا مرحبا، ونشكركم على هالاستضافه. هذا واجبنا استاذ سلطان. انا ذكرت يعني نحن الشباب وانا من بينهم بعد فتحنا مشاريع ونخسرها، وكان العيب في ان نحن استصغرنا الدورات اللي تقام، او قلنا الدورات ما منها فائده. وبعدين بعد يعني حتى لو انت فتحت مشروع ثاني وثالث ونجحت فيه، ترجع لهذه الدورات تتعلم ان هاي الدوره تعلمت منها ما لا تعلمت الا خلال 3 سنوات 4 سنوات المشاريع اللي انت فتحتها. صحيح. طبعا من ضمن أهداف الغرفة هي نشر الثقافة الاقتصادية في المجتمع، والثقافة بين رواد الأعمال والشباب. نعم. الأعمال الخاصة هي أعمال مهمة جدا للانطلاق من خلالها إلى الأسواق. صحيح. بدون المعرفة، بدون الثقافة العلمية، بدون التخطيط، بدون معرفة دراسة الجدوى، حتكون كلها أسباب وعقبات لرواد الأعمال، ويؤدي ذلك إلى عدم نجاح المشروع. صحيح. الغرفة اليوم تنظم العديد من البرامج. نعم. من ضمن هذه البرامج اللي نظمتها خلال الأسبوع اللي طاف كيف تبدأ مشروعك الخاص. لابد لكي تبدأ مشروعك الخاص لابد أن تخطط تخطيط استراتيجي لعملك. صحيح. لازم تفكر للمشروع ماليا، تفكر له أهدافه، كيف إدارته، كل هذه الجوانب لابد أنك تتعلمها. أستاذ سلطان، يعني نحن دوما الحين خلاص صارت المشاريع شيء مهم أو شيء إجباري عند الشخص، أنه ما يعتمد على مصدر رزق واحد الوظيفة الرئيسية. لا، الحين الحمد لله الدولة عندنا صندوق الشيخ خليفه لدعم المشاريع، وعندنا صناديق ثانيه، وحتى انتم عندكم في غرفه التجاره والصناعه اكثر من مبادره لدعم المشاريع. نعم. في مشكلة عند الشباب. وين المشكلة؟ اليوم الدورة اللي حطيتوها هل كان فيها إقبال؟ هل شفتوا إقبال الناس موجودة؟ لأن أنا أشوف يعني الدورات هذه جدا مهمة لأي واحد حتى لو كان عنده مشروع، حتى اللي فاتح مشروع. الحمد لله بالنسبة لها النوع من البرامج في إقبال كبير على البرامج هذه، وتحديدا البرنامج الأخير اللي لاحظنا أن العينات الموجودة كانت عينات مهتمة، وهذا الهدف، مهتمة لدخول قطاع الأعمال الخاص. فهذا العينة اللي احنا نركز عليها واللي نبحث عنها. نعم. أحيانا بعض البرامج والدورات التدريبية يوصل عددهم إلى أكثر من 150 شخص ما شاء الله. لكن المهتمين بشكل يعني ملحوظ يكاد يكون النص أو الربع، لكن بعد هذه نسبة جيدة أنا أشوف يعني. وهذا اهتمام يعني من الشباب بالإقبال على البرامج. المشاريع اللي أنتم تقدمونها أو الدورات عفوا اللي أنتم تقدمونها، هل في دورات خاصة لأصحاب المشاريع اللي مثلا عندهم مشاريع هم موجودين، وفي دورات ثانية اللي هي مثلا للناس اللي مقبلين على بداية المشاريع؟ في من نوعين. نعم احنا ننظم كل الأنواع. نعم. أول شيء التحفيز، لتحفيز الشباب على دخول المشاريع، تعليم كيف يبدأ مشروعه، كيف يدير مشروعه، كيف ينجح مشروعه، والأهم كيف يسوق مشروعه. تمام. هي كلها نقاط موجودة، كيف يبدأ، كيف يشرف، كيف يطور، كيف يسوق. هي حتى خبراء التسويق وغيرهم يحطونها من الركائز الأساسية في بداية أي مشروع. وين اليوم المشكلة؟ وين عندنا يعني أستاذ سلطان أنت صاحب خبرة، ونحن سعيدين بتواجدك هنا. أغلب المشاريع الشباب اللي يبطلونها ويفتحونها ما يقعدون، ما يشرفون عليها. هاي تعتبر نقطة. يقول لك مثلا أنا مشغول في أيام الأسبوع، أنا بس أبى أي اليومين أو يوم أشرف عليه. هاي نقطة تؤثر ولا ممكن يتغلبون عليها؟ أنت ما شاء الله عليك حطيت إيدك على الجرح. فعلا شبابنا اليوم عندهم أفكار وعندهم مشاريع ويبدو خطوة جيدة، لكن المشروع إذا ما كان له متابعة ومتابعة مباشرة من صاحب العمل نفسه، هذا ما تنتظر منه نجاح. الشباب اللي تابعوا أعمالهم وبشكل يومي، هذا الحمد لله رب العالمين أصبحوا الآن من المشاريع المهمة في السوق والمهمة على مستوى التجاري والصناعي، وصار منهم منافسين حتى لمنتجات دولية هم منافسين منها. اللي يقول لك حتى المثل ايدك على مالك ولا 10 من عمالك او شيء من هذا القبيل. نعم. لانك المبلغ اللي انت تشرف عليه مو مثلا لانه يتخلك وش مثل العامل اللي بس يستلم راتبه اخر الشهر. صحيح. فحرصك وتطويرك هو اللي يزيد. صحيح، لان تواجد الشخص نعم. في مشروعه في اي لحظه من اللحظات شاف اي اخفاق يقدر يعالجه، اي ثغره سكرها. لكن اذا كان هو بعيد عن المشروع طبعا ما يقدر يكتشف هذه الأخطاء وما يقدر يكتشف وين الخلل معه. هذه نقطة جدا مهمة يعني. أيضا المراقبة المالية أو بالتحديد الإدارة المالية. نعم. معظم الشباب عندهم إدارة، بس إدارة مالية ما عندهم. هذا لابد يكون يعني موجود في أي منشأة. نعم. في أي منشأة تجارية. المراقبة المالية تكلمنا عنها، كيف يعني تكون المراقبة المالية؟ أنا أعطيك مثال. لو أنا عندي مشروع مثلا أنا ما عندي هالمشروع، أنا أقول لك مثلا أستاذ سلطان عندي مثلا مشروع محل كرك أو مثل هالمشاريع الصغيرة. أنا لو عندي هذا المشروع أنا ممكن أشرف، ممكن أشوف، بس الرقابة المالية تكون شوية صعبة. أو كيف ممكن أنا أسوي رقابة مالية لبعض المشاريع الصغيرة، مش حرصا أو أنا سكرت على المشاريع بيع الشاي وغيره، لا، أكثر في مشاريع صغيرة تحس أنها صعبة أن أنت تشرف عليها ماليا أو تحطي فيها كنترول مالي في هذا المشاريع. لا، هو ما في هالأيام، وخاصة الحمد لله مع انتشار التكنولوجيا والتقدم العلمي ما صار في أي مشكلة للرقابة المالية. بالنسبة مثل ما تفضلت الشاي الكرك، أنت ممكن تحسب القلاصات، بس لابد يكون عندك حساب مالي في البنك، لابد يكون في إيداعات يومية، فهذا يكون يوم بيوم أنت تتابعه. في أي خلل المبيعات عندك اختل فيها عدد القلاصات على سبيل المثال، معناته في خلل في التوريد. نعم. تكون في برمجه ماليه ان الشخص يتابع من خلاله. كيف تشوف مشاريع الشباب الحين، بما ان نحن مثلا في دوله الامارات عندنا الحمد لله الكل من مختلف الجنسيات يبدا مشاريع، كيف تشوف شباب الوطن يعني دخولهم في هذه المشاريع واستمراريتهم؟ الإقبال كبير، ولكن احنا نتأمل تكون الإقبال مع الاهتمام الشخصي. أهم شيء يكون الشخص لابد يكون متحمس، عنده الرغبة في دخول عالم التجارة والصناعة، عنده الرغبة الملحة، عنده القدرة المالية، عنده التخطيط، عنده الجانب الإبداع والابتكار. هذه الجوانب كلها مهمة لتكامل العمل ولنجاح المؤسسة. نعم. إذا غاب شيء من هذا ممكن يكون في خلل. صحيح. ممكن الخلل يسبب إلى بعض العقبات. نعم. فهذه الاستمرارية مهمة. دوما نحن للأسف نشوف أغلب مشاريع جميلة ورائعة تفتح ما تكمل السنة إلا بندت، لأنه ما في تخطيط. عدم وجود التخطيط الصحيح وعدم وضع أهداف معينة، وين يوصل هذا بعد شهر، بعد شهرين، بعد سنة، بعد ما عنده الرؤية، ما عنده الأهداف. أكيد أنت طبعا أنت إذا فكرنا فيه يعتمد على نوع النشاط، لكن إذا فكرنا على المنافسة أهم شيء، حتى المنافسة أي مشروع ناجح، ما في مشروع فاشل، أي مشروع ناجح بس يحتاج المتابعة. أنت لا على أساس تنجح لازم تعرف منو المنافسين اللي معاك، كيف تنافسهم، كيف تدخل معاهم السوق، كيف تبدا شيء جديد مختلف عن المنافس، انت تجيب شيء جديد ينافسهم وغيره، تنافسهم بالجوده، بالسعر، طبعا انتم في غرفه التجاره وصناعه الفجيره تقدمون تسهيلات ومبادرات كثيره، ولو تكلمنا بشكل سريع عن هذه التسهيلات والمبادرات. بالنسبه للتسهيلات والمبادرات، الغرفه قدمت العديد من المبادرات، من ضمنها انشاء مركز الفجيره لدعم مشاريع الشباب، والبرنامج من ضمن برامج له برنامج بداية. هذا البرنامج هو عبارة عن إنشاء مكاتب مجهزة بكامل التأثيث، الأجهزة الإلكترونية المحتاجة، بالإضافة إلى وجود قاعة اجتماعات مشتركة لجميع الشباب، لجميع أصحاب المشاريع هذه بشكل مجاني. أيضا تم توفير مكان الاستقبال في حال صاحب المؤسسة أو الشركة عنده ضيوف، المكتب ما يكفي، عنده مكان الاستقبال. ممتاز. عنده مكان لقاعة اجتماعات تسع من 8 إلى 10 أشخاص، في سكرتارية موجودة على الفترة على حسب الدوام. كل هذه التجهيزات. أيضا الغرفة قدمت لهم إعفاء لمدة 5 سنوات من رسوم غرفة التجارة، وأيضا من رسوم الحكومة المحلية الحكومة المحلية. نعم. شكرا لك. للأسف إذا همنا الوقت الأستاذ، هذا مشروع نحن نقول للجمهور أنهم يروحون لموقع الإلكتروني لغرفة التجارة وصناعة الفجيرة. نعم. ممكن يشوفون تفاصيلها ويقدرون يسجلون فيها ويشوفون الشروط. شكرا لك الأستاذ سلطان جميع الهندسي، نائب المدير العام لغرفة التجارة وصناعة الفجيرة. شكرا لك. العفو، مشكورين. شكرا. ومشكورين على الاستضافة. حياك الله. شكرا لك. حياكم الله. مشاهدينا الكرام، راح نشوف اختتام أعمال مؤتمر الموارد البشرية الدولي 2019 اليوم، والجهة المنظمة اللي كانت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية. المؤتمر كان عبارة عن ورش عمل وجلسات لدورات. خلونا نشوف أكثر في هذا التقرير. بداية حبيت أن أتكلم عن بنك المهارات الحكومية. هي مبادرة جديدة أطلقتها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، طبعا تماشيا مع التوجهات قيادتنا الرشيدة ومع الأجندة الوطنية، خاصة بتمكين كوادر في الحكومة الاتحادية وفي الدولة بالأخص. عندنا المبادرة تتمحور حول تطوير منظومة بياناتية ومعلوماتية متكاملة حول أنواع واللي هو تحديد الخبرات الحكومية اليوم الموجودة عندنا في الحكومة الاتحادية. البوابة الجديدة اللي أطلقناها نحن اليوم تحوي على خدمات عدة مرتبطة بالخبراء اللي يتم ترشيح من قبلهم أو من خلال زملائهم أو من رؤسائهم المباشرين، ويتم أيضا اعتمادهم من خلال هذه البوابة. طبعا جميع هاي المحاور راح تستكمل في اليوم الثاني للمؤتمر اللي هو يوم 18 أبريل، بوجود طبعا متحدثين عالميين أيضا مثل المتحدثة العالمية كايلي مناهو، وفي عندنا متحدثين طبعا محليين مثل الأستاذ أحمد نصيرات، عندنا الأستاذ هامون اختياري، طبعا كلهم جميعا راح يغطون جميع المحاور اللي تحدثنا عنها. طبعا الهدف من هذا المؤتمر أن نفيد الأفراد والمؤسسات سواء على مستوى دولة الإمارات والمستوى العالمي، وكيف يكونوا مستعدين للثورة الصناعية الرابعة، وكيف يهيئون الأفراد وكيف المؤسسات تكون جاهزة للاستفادة من هذه الثورة. إن شاء الله في نهاية المؤتمر راح نعرض جميع أوراق العمل اللي طرحت خلال هاليومين للناس للاطلاع والاستفادة منها، وإن شاء الله تكون في مخرجات جيدة من المؤتمر وفي تطبيق لما ورد في أيام المؤتمر الدولي للموارد البشرية. استعرض مؤتمر الموارد البشرية في دورته الحالية إحدى التجارب الرائدة في تنمية الموارد البشرية وتنمية رأس المال البشري في دولة الإمارات العربية المتحدة. جرى التطرق إلى تجربة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في إعداد مقياس لقياس نضج وتطور أداء إدارات الموارد البشرية من حيث الإجراءات ومن حيث الممارسات. هذا المقياس اللي استحدثته الهيئة حقيقة يعتمد ويعول بشكل كبير على مدى تكامل هذه البيانات والقدرة على استقائها إلكترونيا من خلال نظام معلومات الموارد البشرية بياناتي وأنظمة الربط التي تقوم بها أيضا الجهات الاتحادية مع نظام بياناتي. مشاهدينا الكرام، راح نروح نشوف المؤتمر الخامس للتخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل اللي كان تحت برعاية كريمة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للتخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل اللي كان بتنظيم من جمعية الإمارات للتخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل. نعرف تفاصيل أكثر معنا عبر الهاتف الشيخ محمد بن عبد الله المعلى أمين عام جمعية الإمارات للتخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل. مساء النور وسرور سمو الشيخ. مساك الله بالنور. الله يحييك، حياك الله يا اخوي. يا مرحبا وسهلا. سمو الشيخ لو تعطينا التفاصيل عن الفعاليات والمحاور المقدمه للمؤتمر بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المؤتمر هذا الله يسلمك برعايه سيدي سمو الشيخ سيف بن زايد. نعم. ويقيم حاليا هذا المؤتمر ميثا الله يسلمك من بدايه اطلاق المؤتمر هذا هو سنوي من بداية إطلاقه مع شراكة استراتيجية في المجلس الوطني للاتحاد. جزاهم الله خير إخواننا في المجلس الوطني يستضيفونا في كل سنة لإقامة هذا المؤتمر. ممتاز. السنة المؤتمر طبعا كان تحت شعار التسامح في رؤى زايد. نعم. الله يرحمه. الله يرحمه. فطبعا هذا يتزامن مع عام التسامح، وكان حقيقة هناك يعني عدد من المحاور التي أثرها عدد من أو نخبة من الخبراء وأصحاب التخصص في دولة الإمارات. نعم. سمو الشيخ لو تذكرنا بعض أوراق العمل اللي قدموها المتحدثين اللي كانوا موجودين. الله يسلمك. طبعا هو المؤتمر تضمن 4 محاور رئيسية. نعم. مثل ما قلت لك قبل جميع المحاور جميع أوراق العمل تتكلم عن التسامح ولكن اختلفت في مجالاتها. فكان هناك أحد المتحدثين معالي الفريق ضاحية سلطان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وتناول في ورقته القوة الناعمة في فكر زايد. نعم. وحقيقة استعرض ضرب عدد من الأمثلة اللي كان المغفور للشيخ زايد وصفاته القيادية. نعم. اللي كان يطبقها عمليا. صحيح. في الميدان وفي على أرض الواقع ومع جميع الناس وجميع الأطياف في المجتمع في فكرة بالتسامح. نعم. أيضا هناك كان أحد المحاور اللي أطلق أيضا التشريعات، التسامح في التشريع الاماراتي، وكان هناك احد اعضاء المجلس الوطني سعاده سعيد المطوع. نعم. هو تكلم في هذه الورقه. كاز. وايضا في ورقه كانت من خلال وزاره التسامح تكلمت عن الامارات عاصمه التسامح اطلقتها او تكلمت فيها سعاده عفراء الصبري. وايضا هناك كانت الورقه الرابعه او خلينا نقول المحور الرابع اللي هو الانفتاح الحضاري والتسامح. نعم. وتكلم في هذه الورقه سعاده السلطان الرميثي عضو اللجنه العليا لعام التسامح. نعم. هذه المحاور الاربعه اللي تكلمنا فيها. نعم. التوصيات والنتائج اللي طلعتوا بها بعد المؤتمر. طبعا الله يسلمك احنا ما يخفى على الجميع شو هي التوصيات اللي تطلع من هذه المؤتمرات، خصوصا ان كان التوصيات هي اثراء ثقافه التسامح العالمي. نعم. وطبعا مواجهه التمييز والعنصريه. نعم. واعتبار هذه قيم انسانيه ثابته. صحيح. في ديننا وفي عاداتنا وتقاليدنا العربيه الاصيله. صحيح. وطبعا هذا كله من شانها تعزز مكانه الدوله وتثبت اركانها وتسعى الى رفع سمعتها بين الشعوب. صحيح. شكرا لك. اي كلمه اخيره حاب تضيفها سمو الشيخ؟ الله يخليك، احنا بس اذا في كلمه نوجهها لاخواننا المستمعين والمشاهدين ان احنا نظل نتذكر ونعلم ابنائنا والاجيال القادمه ما بنى فينا والدنا الشيخ زايد الله يرحمه. الله يرحمه. لتظل هذه قيمه التسامح راسخه فينا احنا. صحيح. سواء نحن او في ابنائنا والاجيال القادمه. صحيح. ان يكون دوله الامارات وشعبها يتقبل الاخر ويكون منفتح ويكون هذا نهج على مر العصور كلها يعني. ان شاء الله تعالى. الله يخليك. شكرا لك سمو الشيخ محمد بن عبد الله المعلى امين عام جمعيه الامارات للتخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل. شكرا لك. الله يحييك. مرحبا وسهلا. حياكم الله. شكرا لك. مشاهدينا الكرام راح نروح نشوف اطلاق الدوره الاولى من رمضان دبي اللي نظمتها دائره الشؤون الاسلاميه والعمل الخيري في دبي، وكان الاعلان عن مجموعه من الفعاليات والانشطه الموجهه الى جميع الجاليات والاديان وفئات المجتمع المختلفه. خلونا نشوف وياكم. الله يبلغنا رمضان إن شاء الله ونحن في أيام مباركة، وإن شاء الله يبلغنا رمضان نحن ومن نحب. راح نروح ونعرف عن جائزة الشيخ محمد بن خالد آل نهيان للأجيال المتميزون من أجل الوطن في دورته ال 12، ونحن محظوظين اليوم معنا الطالبة الفائزة بهذه الجائزة وهي الطالبة أمنية عصام عبد الغني، طالبة في مدرسة مصفوط للتعليم الأساسي في عجمان. أهلا وسهلا فيك وألف مبروك الفوز. أهلا وسهلا. كيف الحال يا أمنية؟ إن شاء الله طيبة. الحمد لله. أنا يعني لفت انتباهي وأنت داخلة هنا، حتى قبل لا أسألك، شوف والدتك اللي كانت جاية بالعكاز صح؟ فهذا يدل على شيء أنت لابد أنك أنت تسمعين كلام أمك وتكونين وياها على طول. شوفي أمك رغم أنها جاية بالعكاز أصرت أنها تيجي يا مشاهدينا الكرام، وهي حتى موجودة وراء الكاميرات هناك، فهذه تحية إجلال وتقدير لوالدة أمنية. سامحيني اسمك كان مكتوب غلط فأنا ما حفظت على طول. كيف أمورك؟ الحمد لله تمام. كلمينا عن هذا العمل اللي تفزتي فيه. أوكي. شاركت في جائزة الشيخ محمد بن خالد آل نهيان للأجيال دورة 21 فئة الطالب المتميز. نعم. قدمت الملف يتكون من عدة معايير. نعم. المعيار الأول هو التميز العلمي. ممتاز. لابد من يعني في أي جائزة يجب أن يكون هناك المشارك يكون متميز. نعم. متفوق في دراسته. ممتاز. لذا قدمت كثير من الشهادات التي تؤكد أو تثبت أنني متميزة على مستوى الدولة والمنطقة وكذلك المدرسة. المعيار الثاني هو التميز الأخلاقي. نعم. بالنسبة للأسرة، مساعدة أخواتي في المنزل. بسبب مساعدتي لهم شاركوا في العديد من الجوائز وحصلوا على مراكز. نعم. المعيار الثالث هو التميز في القراءة. نعم. القراءة يعني مهمة جدا في حياتنا. صحيح. فيها يعني الكثير من الفوائد. أيوة النضج وكثير من الفوائد، لذا انتسبت لعدة مكتبات بعضوية الاشتراك. المعيار الرابع هو المبادرات التطوعية، قدمت الكثير من المبادرات التطوعية منها مساعدة لأصحاب الهمم ويعني ابتكرت عدة ابتكارات. أمنية راح نكمل وياك إن شاء الله هذا اللقاء الجميل والرائع، لكن عندنا فاصل مشاهدينا الكرام، فاصل بعد راح نواصل، خلوكم ويانا. يا أهلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل ونكمل حوارنا مع أمنية عصام عبد الغني الطالبة في مدرسة مصفوط للتعليم الأساسي في عجمان. كيف الحال؟ إن شاء الله طيبة. إن شاء الله تمام. شو كان شعورك لما صار الإعلان وأنت فزتي بالجائزة؟ شعور سعادة غامرة لا توصف، شعرت بالفخر والاعتزاز والفرح والسرور والسعادة الكبيرة، شعرت في رغبة أكبر في التحدي وإبراز ما لدي أكثر من مواهب وقدرات، وشعرت أنني أريد أن أكمل مسيرتي في المشاركة في العديد من الجوائز الأخرى وأن يعني أبرز ما لدي أكثر وأثبت للآخرين أن هذا ليس فقط ما لدي الأكثر، وإن شاء الله بعون الله سبحانه وتعالى سوف أكون الأفضل والأفضل دائما إن شاء الله. لديك إن شاء الله الأكثر وأنت منها، يعني أنت قدها إن شاء الله، ونشوفك شو أنت لما تكبرين إن شاء الله بعد مرحلة الله، شو ناوية تدرسين وشو ناوية تكونين إن شاء الله؟ لدي عدة اهتمامات، منها إن شاء الله أن أكون طبيبة في مجال الجراحة إن شاء الله. أحب التأليف كثيرا، ألفت عددا من القصائد والشعائر، أريد أن أكون إن شاء الله شاعرة وكاتبة. ممتاز. ومخترعة إن شاء الله، أحب تعالى الاختراعات. زين، شو كان شعورك لما كرمت سمو الحاكم؟ سمو الحاكم اللي هو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح. كرمت عفوا، كان الشيخ نهيان بن مبارك صح؟ نهيان بن مبارك وزير التسامح. نعم عفوا، كان في غلط، اللي كرمت سمو الشيخ نهيان بن مبارك وزير التسامح. وزير التسامح. كان شو شعورك لما كرمت سمو الشيخ نهيان؟ شعرت أنه يعبر عن اهتمامه بالفائزين والفائزات، يشجعنا كثيرا على أن نبرز ما لدينا أكثر من مواهب وقدرات، وأن يشجعنا على بذل المزيد، وأن نثبت للآخرين يعني أن نثبت ذاتنا وأن نثبت للآخرين أكثر من قدراتنا. طبعا للمدرسة كان دور كبير أنك أنت تفوزين وتاخذين هذه الجائزة الطيبة، شو الكلمة توجهينها للمدرسة وأي معلمة من المعلمات اللي ساهمت وياك ووقفت وياك؟ في مدرستي القديمة لدي معلمة أعتز بها كثيرا، ساعدتني كثيرا، أبلة موزة حمدان، أشكرها كثيرا على ما بذلت من جهود. مدرستي الحالية قدمت لي جهود كثيرة جدا مهما يعني لا تعد ولا تحصى، أشكرها كثيرا، مديرة النطاق، مديرة المدرسة، معلماتي، أشكركن حقا من أعماق قلبي، لولا كنا ما وصلت إلى هذه المرحلة. نحن نشكرك كذلك، وأنا بيك توجهين كلمة لوالدتك على الهواء مباشرة مع أن هي موجودة هنا. والدتي لها شكر خاص غير كل المعلمات أو المديرة، يعني لولاها لما كنت أصلا يعني فكرت في أن أشارك أو مثلا أن يعني أكون بها في هذه المرحلة، أفوز بالمراكز على مستوى الدولة بالحمد لله سبحانه وتعالى. شجعتني كثيرا، ويعني مني يعني جعلت الأضواء يعني تسلطوا علي، وجميع أعمالي وجهودي تكون يعني بارزة لجميع الناس يعني بفضلها، وأشكرها كثيرا على ما بذلت. وأنا أبارك لوالدتك أولا، ثم أبارك لك وأبارك لمدرستك، فتحية تقدير واحترام لوالدة الطالبة أمنية عصام عبد الغني، فنوجه لها الشكر والتقدير، وشكرا لك، وإن شاء الله لك مستقبل والله يوفقك إن شاء الله. شكرا لك، شكرا للطالبة أمنية عصام عبد الغني طالبة في مدرسة مصفوط للتعليم الأساسي في عجمان، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، نذكركم بأن باكر إن شاء الله تعالى راح يكون ملتقى العود الأول بالفجيرة في 2019، وهذه دعوة نذكركم إياها أن لازم باكر تكونون موجودين في هذا الحدث الأول والحدث الكبير اللي راح يكون بالفجيرة برعاية كريمة من سيدي سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة. خلونا نشوف الاستعدادات لهذا الحفل الكبير معاكم في هذا الفيديو. تحت رعاية كريمة وحضور سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة رئيس مجلس أمناء أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة. تقيم أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة ملتقى الفجيرة الدولي الأول للعود الذي يعد ملتقى العود الأول في دولة الإمارات، حيث يستقطب أكثر من 30 عازف على آلة العود من مختلف الدول العربية. كما ينظم على هامش الملتقى معرض لصناع العود يمثلون مدارس فنية عريقة في هذه الصناعة. ملتقى الفجيرة الدولي الأول للعود، انتظرونا يومي 19 و20 من أبريل في مركز وزارة الثقافة والشباب وتنمية المعرفة في الفجيرة في تمام الساعة 7 مساء، والدعوة عامة. طبعا نعيد ونكرر ان باكر لازم الكل يكون موجود. هذا الحفل الاول والحفل الكبير اللي راح يكون بالفجيره ان شاء الله، واذكركم انه برعايه كريمه من سيدي ولي العهد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيره. وصلنا لنهايه البرنامج او نهايه فقره، نهايه اخر فقراتنا في البرنامج. كما وعودناكم اجمل شيء ممكن نختم فيه هو الشعر، ونحن اليوم محظوظين ان نحن معانا الشاعر الكبير والقدير الاستاذ مبارك الحجيلان، شاعر كويتي. اهلا وسهلا فيك. يا مرحبا فيك اخوي عبد العزيز. في البدايه اشكر قناه الفجيره واشكرك واشكر برنامج 7 على 7، وان شاء الله نقدم شيء يحوز على رضاكم ورضا الساده المشاهدين. الله يخليك. لا يعني انا من نزلت، كنا برا في الاستراحه، من نزلت صورتك جتني وايد واتسابات والله مسجات. الكل يمكن اليوم بطل التلفزيون على اساس يطالع هذا اللقاء، ونحن محظوظين بتواجدك. منورنا ومنور الفجيره. والله النور بوجود اهلها مثلك وشرواك، والحمد لله ان شاء الله نقدم شيء زين باذن الله. كيف كانت الاجواء في الفجيره وانت اول زياره لك في الفجيره هذه ولا؟ لا هذه الثانيه. هذه الثانيه. طبعا المدينه هاديه واهلها طيبين وحلوه، يعني حلوه الفجيره. اي اكيد. اليوم لو طبعا اي اول سؤال نحن نسال الشاعر، اليوم وين تشوف الشعر في الخليج العربي؟ مكانه الشعر؟ والله مكانته عاليه، يعني بنظري في حراك قوي للشعر، طبعا متفاوت ما بين دوله الى دوله. يعني عندنا في الكويت احس الوهج خف شوي. انا لما قصدت اسالك هذا السؤال اقصد تركيز الشباب اليوم. ممكن يعني في شعراء يطلعون اسمه شاعر، لكن المضمون مش، ما في مضمون موجود داخل. والله كل يقدم اللي عنده، يعني ما اقول كل الشعراء زينين او كل، في بعضهم شاعر يقدم قضيه، يقدم شيء صحيح الناس تشفق له، الناس تحبه، وفي شاعر ما ودك تسمع له صراحه. اول قصيده كانت شعر ما ودك تسمع له. اي نعم، في شعراء كثير والله ما ودك تسمع لهم لضعف المحتوى يعني اللي قدمه، وفي المقابل في شعراء ممتازين يقدمون اشياء حلوه تخدم المجتمع. منو خلاهم شعراء اذا ما في محتوى؟ والله شوف السوشيال ميديا هذا عالم، يعني انت مجبور، يعني كل واحد وكيفه، لكن الحكم يرجع اخر شيء للجمهور، والجمهور هو اللي حكم. استاذ مبارك، يعني انا ما اعرف اذا كنت محضر القصيده هي ولا لا. أنا يعني مسج واتساب من واحد غالي علي، ولد خالي محمد عبد الله، قال لي يا ليت لو يقدر يسمعنا قصيدة بدري عليك اللوم يا ضايق البال. والله شوف، أول شيء سلم لي عليه، ويا محمد طلبتك غالية، لكن أنا محضر شيء جديد يعني. نعم. وحتى بدري عليك اللوم ماني حافظها عدل. نعم. لكن يبشر بالعوض، يبشر بشيء إن شاء الله نسمع شيء جديد يعني. إن شاء الله. شو حاب تسمعنا؟ أبشر. يقول اليوم ضايق يا ليت الضيق ما يستمر، محتاج فرحة تنسيني عناي وشقاي، لو ظاهري مبتسم في داخلي مندمر، ومواصل من أمس والتفكير رايح وجاي، كتمت ما فيه لو فيني سعاير جمر، من خوف لا زعل أحبابي وفرح أعداي، مرارة الكتم نبلعها لأن الأمر اللي ينكشف حزني للعالم وبين خفاي، وخس حاجة على قلبي ثقيلة تمر، كلمة مواساة من شخص تنكر عطاي، واللي كسر بي وأنا وياه عشرة عمر، ما بيه الحين لو جاني بيطلب رضاي، واللي تكلم فلا عده بموت حمر. هو ما تكلم وراي إلا عشانه وراي. بعض العلاقات ما نرجي وراها ثمر، ناس ما تحمل وفالخوة ما هم بخوياي. وبعض العلاقات لا جاتك تجي وتحمر، ويبقى غلاهم غلا اخواني واعز اصدقائي. ماني معلي اللي جات المصالح طمر، انا معلي بحزات الشدايد معاي صابر، والاحلام عيت وش بقى في العمر. الظاهر الحظ بعده ما عرف مستواي، تركت كل الامر للي بديها الامر، وباذنه تبي تلفي الغيمه وتمطر سماي. الله سلامتك. الله الله صح لسانك. في دوما اغلب قصايدك فيها كذا يعني شيء من الضيقه وشيء من العتاب. والله شوف هذا السؤال دايم يسالوني، لكن ان شاء الله ما في ضيقه ولا في، لكن هو يعني تقدر تقول رتم القصايد. اغلب الشعراء يقولون ما في. اذا قال قصيده غزليه يقول هذا من وحي الغزال، اذا الخيال عفوا واذا كان في ضيقه ولا شيء يقول لا يعني ما في. بس انا ما الشعراء ينكرون الشيء هذا، ما يعترفون. اكيد ما حد يكشف اوراقه يعني بكل الاحوال. حتى لو فيه غزل او فيه، ما حد راح يقول لك نعم هذه الواقعه صحيح وكذا كذا. حتى لو فيه يعني الحزن، ما في انسان يا عبد العزيز ما فيه ما يمر بظروف، ما يمر بمشاكل، انت كل صحيح. الناس. لكن هذا الرتم انا حبيته يعني لانه يلامس الكثير من الناس، يلامسني أنا شخصيا. فهذا رتم معين من نوع من أنواع القصيدة اللي أنا أحبه يعني. صحيح وجميل جدا. في الحين يعني أول سؤال سألتك إياه وأنت قلت لي مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا خلى ناس ياخذون جماهيرية كبيرة ويطلعون طلعات كبيرة. أغلب الشعراء أستاذ يعني من النخبة وأنت منهم ما كان قبل يعني قبل حتى السوشيال ميديا من الامسيات الشعريه والجلسات الشعريه كانوا يطلعون وانتشرت لهم مواقع قبل الظهور الحالي لمواقع التواصل الاجتماعي. تتوقع ان مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في الحفاظ على الشعر وانهم طلعت لنا شعراء او انها بالشكل الخاطئ يعني؟ لا طبعا. شوف انا دائما اقول وسائل التواصل الاجتماعي هي قارب النجاه للشعراء. ترى أنا من الناس اللي أو من الشعراء اللي كنت أعاني في النشر قبل وسائل التواصل. أنت عارف المحسوبية وعارف الشللية كانت شنو قبل؟ كانت يا مجلات يا قنوات، وإذا مالك معارف وما يدخلونك صعبة تدخل. تضيع شوي إلا ما ندر يعني. في ناس قلة جدا منصفين، لكن الحين جت وسائل التواصل الاجتماعي عطت مجال كثير للشعراء يعني انه ينشر براحته. خلاص انت صارت عندك وزارة اعلام في جيبك، خلاص كيفك، كل شيء موجود يعني. هي نعمة طبعا، فيها الايجابي وفيها السلبي. لان حتى الحين مثلا تشوف ان الناس ما في محتوى موجود، في بعضهم في اغلبهم للاسف الشديد قاعد يطلع بدون محتوى يعني، بس انه قاعد ياثر سلبا على الشعر. لانك انت الحين هذا موروث وعندك جيل ورا جيل ورا جيل، فعندك الجيل الحالي لما يروح يشوف القصيدة بهذا النوع ممكن يؤثر مستقبلا. نعم صحيح. هذه مشكلة موجودة صحيح. فيها انا معاك ان فيها سلبي وفيها، مو بس الشعر ترى في كل المجالات. نعم. بالفن بالغناء فيها الزين وفيها الشيء. مستوى جمعيات الشعر واكاديميات الشعر في الخليج العربي كيف تشوفه؟ والله ممتازة، خصوصا عندكم في الامارات ممتازة. الحمد لله نحن عندنا في ابو ظبي وفي الشارجه وفي دبي. الامارات الحراك الشعري او الشعبي في الامارات والثقافي صراحه شيء تشكر عليه الدوله يعني. الحمد لله رب العالمين. حاب تسمعنا شيء ثاني؟ ابشر. تبي غزل؟ نبي غزل. حاضر. ليله حلوه، ليله خميس ونحن في الفجيره. حاضر. فنبيها غزل ان شاء الله. يقول في جيتك فصل خامس غير الاربع فصول، فيها القلوب الحزينة ترجع لبيتها، وفيها المطر يسقي الأزهار قبل الذبول، هذا التفاؤل وكلماتك لبديتها، وفيها الصحاري اللي منها روت بالسيول، هذه هي جروح ضميانة ورويتها، وفيها التراحيب والعادات في ابن الأصول، هذه يمينك من الطيبة لمديتها، وفيها حلول المشاكل طولت بالحلول، لأني بكلامك كثير أشياء حليتها، أجيك مرهق من الدنيا حزين وملول وروح ما كان بهضيقه ومريتها. الوقت وياك ما له حل، دايم عجول، ويلي على وقف الساعة وتوقيتها. والشعر فيك أنت ما له حد، وده يطول وجهك قصيدة تهيضني وغنيتها، وحنيتك شيء ما له وصف كله ذهول، تذهلني طيبتك وطباعك لعديتها. يا الطيب اللي خفوقك بالحنين وغسول، يا كثر ما شلت عن نفسي وداريتها، ويا كثر ما جيت لك وأنا وراي الحمول، واروح فرحان وهمومي تناسيتها. وياك عاد الأمل واعلن بموعد وصول، وكل المشاكل بسماتك تخطيتها، وإن قلت لي حيلة ودك وش تبيني أقول، بقول يا حظ نفسي دامك أغليتها. الله الله سلامتك. الله صح لسانك. وياك عاد الأمل واعلن بموعد وصول. فعلا في بعض الناس بعد يأس أو بعد فقدان الأمل تقابلهم يرجع فيك الأمل مرة ثانية. طبعا طبعا. في بعض الصداقات نعمة من الله وتشكر الله أن جابتها لك الصدفة، وفي بعض الصداقات ما تحسف عليها إذا فارقتها صراحة. نعم. ولأن فعلا في بعض الناس تقابلهم بعد اليأس يرجعون لك نوع من أنواع الأمل. بالضبط. اللي يرجع للحياة ويخليك تشعر بالحب ومعنى الحب. يا سلام عليك. لو تكلمنا عن مشاركتك في شعر المليون. والله هي كانت تجربتك اللي شاركت فيها في شعر المليون. والله قديمة شوي. قديمة وايد. اي يعني 2012. 2012 في بداية النسخة الأولى أعتقد. لا النسخة الثانية. كانت النسخة الخامسة. النسخة الخامسة يعني. اي نعم. كانت تجربة يعني طبعا مفيدة، يعني يكفي انها اعطتني شيء اسمه ممارسة، مقابلة الجمهور، يعني ساعدتني لكن عاد هي المقياس الحقيقي بعد شاعر المليون انت وين توجه وين تروح. نعم. وخلينا نقول أول قصيدة كانت همزة وصل بينك وبين جمهورك، هي اللي قالها صاحبك محمد عبد الله، هي بدري عليك اللوم. بدري عليك اللوم. هي اللي أعتقد أنها القصيدة اللي يعني هي القصيدة اللي تقريبا اشتهرت حيل، وغناها علي بن محمد بعد. نعم. فهو مغرم محمد عبد الله عشان كذا ناوي يسمعها. اي لا والله يستاهل، لكن واني حافظها والله. ان شاء الله بنسمعها مرة ثانية ان شاء الله. ان شاء الله مرة ثانية. لو تكلمنا الحين عن، أنا سألتك أكثر من شيء، قاعد دوما أركز على نوع الشعر وأنواع الشعر. فنحن في الخليج يعني رغم صغر المساحة اللي موجودة لكن في مدارس مختلفة وفي أو طرق مختلفة في الشعر. هل هذا راح يتم؟ مثلا نحن عندنا في الإمارات بعض الأمور الشعبية، في الكويت أو في السعودية في بعض الستايلات المعينة. هل هذه الأمور الشعبية داخل في كل مكان، إن كانت في المملكة العربية السعودية ولا إن كانت في الكويت، حتى في العراق عندهم الأبوذيات أعتقد. الأبوذيات نعم. وعندنا في الإمارات بعض الستايلات الشعبية الموجودة. تشوف هالأنواع الشعبية أو الستايل الشعبي راح يستمر؟ والله ما أعتقد أنه، شوف هو موجود راح يكون موجود، لكن استمرار بنفس القوة اللي قبل ما أعتقد. وين المشكلة؟ المشكلة خلاص أنت دخلت على عالم جديد. نعم. يعني حتى الحين تلقى شعراء الإمارات وشعراء عمان اللي قاعد ألاحظها أكثرهم أنهم قاعدين يميلون للقصيدة اللي إحنا نقولها كلنا، يعني بالكويت والسعودية كله صار القصيد موحد. صحيح. أعتقد أنه صار موحد قريب من بعض. أي كله قريب من بعض، نفس البحور نفس اللهجة نفس لكن قبل لو ترجع قبل 20 سنة تلقى أهل الإمارات معروفين بقصايدهم، التغرودة والبحور اللي صراحة أنا أحبها صراحة حلوة. تروح لعمان نفس الطريقة، تروح للعراق الأبوذيات الكويت فيها الزهيريات بس الوقت هذا الحين تغير خلاص، صارت اللهجة بيضة، صارت كل اللهجات متقاربة. لأن شوف لو تكلمنا من النقطة هذه، مثل الأبوذيات اللي موجودة في العراق أو اللي موجودة عندنا التغرودة، هي مثل الأبوذيات لأنها نجحت، في شعراء كبار طلعوا فيها يقولونها، حتى عندنا في الخليج بعض الشباب قاموا يرجعون لها وقاموا يسمعون لها. فأتوقع، هل تتوقع أن لو في شاعر من الشعراء اللي موجودين حاليا، الشعراء الكبار حتى ما كانوا في هذه المدرسة أو ما يجيدون النوع هذا من الشعر، لو قالوها ممكن يحببون الجمهور ويوجهون الجمهور يروح لهذا النوع؟ ممكن نشوف أجيال جاية تطلع وتحافظ على هذا التراث. ممكن في ناس تحبه يعني وتحضر وهذا، وفي ممكن ناس ما تقبله، يعني تقول خلاص هذا قديم صار قديم نبي شيء جديد. يعني في تلقى اللي تقبله. مثل التغرودة كان عندنا هنا كان يقول في 6 ولا عدد أصابع اليد، لأن هي محصورة على المنطقة الشرقية عندنا نحن في الإمارات. وكان عندنا ضيف كان يتكلم كان يقول يعني اللي على اصابع ايدك الناس اللي موجودين. اي بالضبط انا قلت لك هي موجوده لكن بشكل قليل. بشكل قليل. اي نعم. فان شاء الله ترجع لنا جميله، جميل التراث، جميل نحن. والله ما اعتقد انها راح ترجع، صعبه جدا. الا راح تنسي ما راح ترجع. زين لو تكلمنا عن الدواوين اللي انت كتبتها، دواوينك الخاصه الشعريه. انا عندي ديوان قبل سنتين، ديوان كتابي وديوان صوتي، وان شاء الله فيه فكره انه ديوان اعتقد يمكن بعد سنه اتوقع اني راح انزل ديوان ثاني ان شاء الله. انا إن شاء الله. في سؤال مهم. تفضل. الحين تشوف ان الديوان الكتابي او الصوتي وين الانجح؟ وين اللي راح ينتشر؟ الصوتي ما في مقارنه، الصوتي انجح، الكتابي توثيق فقط. عبد العزيز ما حد قام يقرا الحين صراحه. هذا عصر السرعه، يعني انا اقرا، انا بسمع بس، بحطه بالسياره وبسمع. صح. او بحطه بنزله بتطبيق وبسمع على راحتي، بسمع ما لي خلق اقرا، لاني بعضهم الناس ما يعرف يقرا القصيده. صح، عالم السرعه الحين. الكتابي توثيق للشاعر انه يتم له توثيق في المكتبات، هذا الصوتي للناس وللجمهور. حتى يشوفه في السوشيال ميديا الانتشار بسرعه لان السرعه اللي موجوده فيه. اي طبعا يعني يشوف صوتي. لك في خلال دقيقه مثلا في انستغرام وغيره في التواصل الاجتماعي. شو حاب تسمعنا بعد؟ بنكون غزل ما نطلع برا عنه. ابشر، هذه غزل لكن اللي بعدها مو غزل. ليش بس؟ هذه غزل الحين بقولها لك. فيه مهندس الصوت الله يمسي عليه بالخير اللي عندكم طلب قصيده كسر الظهر. نعم. وانتم غاليين وهو غالي. الله يسلم. زين قلت له تم وخلاص يبشر. ظهره مكسور وحليل مجروح هذا. يقول قل برحل بصمت ما يحتاج شيء معروف، لأنك إن قلت برحل صار دمعك نهر. تمريرتك لي بالضحكة وكثرة الحلوف ما روقتني، وسيف البعد قدمي شهر. قلها بلاش التعذر بالتعب والظروف، أنا أعرف اللي يبي يرحل وهذا القهر. تدري متى صار لي قلب إن الوصلك شغوف، من صار يومك إذا غبته بعيني شهر، ومن بعدها صارت الجيات جية ضيوف. علمني وش فيك وادفع لك سنيني مهر. قلها ترى كثرة العذار عيت تطوف، وترى اللي يخفيه قلبك في دقيقة ظهر. من نبرة الصوت لا منك نطقت الحروف، ومن يوم عفت السهر وأنا نديم السهر. ومن شفت قاسي مردك يا الحبيب العطوف، أكتبك وارسل لك أبياتي وترسل زهر. قلها ولو كلمة الفرقة بها حرق جوف، لكن فراقك بلي أسباب كسر الظهر. قلها بحس بمرارتها وعيني تشوف، وأوعدك يبقى قصيدي فيك طول الدهر. سلامتك. الله الله عليك. دوما تاخذنا لما تبدأ القصيدة تاخذنا لمكان بعيد. إن شاء الله ضايعين شوي بإيجابية بس. لا بإيجابية على طول، بإيجابية إن شاء الله. والساحة الشعرية، تكلمنا عن الساحة الشعرية وايد وتكلمنا عن الشعراء وايد، وكان لك كلام جميل قلت بعض الشعراء ما يستاهلون يكون شعراء. اي طبعا. هاي انا كنت بركز عليها وايد. لان هذا الحاصل يا عبد العزيز، بعض الشعراء للاسف والله ان نخجل ان نسمع لهم، بعضهم يعني، وبعضهم لا والله فخر انك تسمع له. تحب قصايده، بعضهم أساء للشعر، أساء للشعر بشكل يعني مقزز صراحة. زين لو نقول أساء معقولة أن من السوشيال ميديا الداعم، يعني الجمهور السوشيال ميديا هو اللي خلاه يظهر بهذه الصورة، ولا أكيد يعني في شيء غيره وقف وياه وفي ناس ثانيين وقفوا وياه، لأنه مش بس السوشيال ميديا اللي بتخلي الشاعر يطلع بهذا أو الشاعر مو هو شاعر تخليه يطلع بهذا المستوى. لا شوف، الجمهور بعضه منصف صراحة وبعضه ما يدري. يعني بعضه منصف ينصف الشعر وبعضه ما يدري، لكن مو هذا قصدي انه هو الماده اللي ينزلها ما تليق يعني بصراحه، يعني ما تليق بالشعر، او ان ابياته ركيكه او ابياته ما تليق للذوق العام. صحيح. هذا اللي اقصده، لكن بركه فيه بعض الشعراء لا والله شهاده فيهم مجروح. اللي يميز الشاعر يعني من شاعر الى شاعر ثاني الاختلاف اللي موجود بين الشعراء، شو اللي يميز الشاعر مثلا من شاعر لشاعر معين؟ وين الميزه اللي موجوده بين الشعراء؟ كل شاعر اسلوبه الخاص. يعني ما تقدر تحكم. يعني في شاعر يمتاز بالغزل، تلقاه قصايده فيها نوع من الغزل العفيف اللطيف اللي يشدك، وما يمتاز إلا بالغزل. وفي شاعر يمتاز بالحكمة وقصايد الحكمة وتستطعم حكمة الحياة وحكمة الدنيا بقصايده. صحيح. وفي شاعر قوي في المدح، شاعر مدح قوي، وهم في شاعر قوي في الهجاء. كل شاعر لها اسلوبه الخاص، صورة خاصة. يعني في بعض الشعراء أمانة أنت ما تحفظ أساميهم، تحفظ قصائدهم كثير والله، وتحفظ أبياتهم. نعم. فأنا واحد قال لي، وأذكر مرة قال لي: متى تعرف أن هذا الشاعر هو شاعر؟ لما تكون حافظ له قصيدة ولا حافظ له كم البيت. يا رجل لو حافظ له بيت. هي هو قال له أنت قال لي لو تعرف أنه شاعر شوف كم واحد حافظ له. أي نعم بالضبط، الكلام اللي قاله صحيح 100%. الشاعر دام انه في ناس تحفظ له يعني يعتبر انه وصل للناس، اما شاعر ما نحفظ له ولا بيت ولا ندري، هذا دليل انه ما قدم شيء زين، ما قدم ماده زينه اصلا. نعم. طبعا قبل لا نختم، عفوا بس انا اليوم شوي تستاهل السلامه شوي، يمكن الجو مع تغير الجو اللي موجود. طبعا احنا قبل لا نختم يعني ولا شيء، نبغى نسمع منك كلمه اخيره قبل لا تقول القصيده، اي كلمه اخيره حاب تضيفها ولا شيء؟ الكلمه الاخيره اقول اكرمكم الله يا اهل الفجيره، وبيض الله وجهك يا عبد العزيز، وشكرا لكل هذا الكادر الجميل، شكرا لمخرجنا المميز، شكرا لقناه الفجيره. الشكر لك ونورت الفجيره. كلمات الشكر تعجز والله. استاذ مبارك احنا بنرجع لك. انا بشكر المشاهدين، شكرا لكم، وشكر لطاقم العمل، شكر لكل من شافنا. نهاية أسبوع سعيدة. بس أنا هنا بختم وياكم، لكن أطلب من الأستاذ مبارك وأشكر على حضورك، بس أتمناك أني أنا بطلع خلاص أباك تختم بقصيدة. إيه أبشر. يا ليتها كانت غزلية بس خلاص ما لا مو غزل. تفضل. هي مقطعين من قصيدة. يقول: يا صاحبي بين المكشوف، إلى متى وضعك الزايف؟ لا تحسبنها علي الطوف، حاول تركد ترى شايف، من بيننا عشرة ومعروف، لا تنقل الهرج للهايف، أدري بك لطيحتي ملهوف، ويا صعبها والجبل نايف، صديت ما هو عشان تشوف، هذه ترى صدت العايف. يا طيب شخص اللي أحس بغيابك يجيك، ولا جاك كنه يقول إني وفي من وفاك، اللي يدينه اللي من طحت تقضب ويديك، واللي وقف ما تفاخر عند هذا وذاك، ترى الوفي في غيابك لو حكوا يحتميك، وفي مزارق الطيب وعلوم الوفا ما نساك، واحقر بشر من يضحك بك ويضحك عليك، واللي زعلت وصدمته قال لك من غلاك، شخص اني نقصك عند الناس ما يشتهيك، والله ما يشتهيك ولا درى عن سماك، اعرف هالاشكال لو تثقل عليها تجيك، بعض الاوادم يحبك لاعطيته قفاك، ومن يحترم رفقتك ويصونها مشتريك، هذا تحطه قدم وجهك ولا هو وراك، ومن يوصلك بد خلق الله وجاي ينتخيك، لو ما هقى فيك هقوه ما تعنى وجاك، افزع ومن حط هقواته بفعلك يبيك، توقف معه واشتره بالروح يوم شراك، لا مت ما حد خويك لا ابن عم وشريك، ما راح تاخذ سوى اعمالك وذكرك معك. سلامتك.